السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد لي مساكم صبايا. اليوم حتعلم طريقة قص الشعر كاري فرنسية مدرجة من الخلف مع طريقة تدريج الغرة. رح نتعلم هالقصة خطوة بخطوة، بس قبل ما نبلش الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا اعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلأ صبايا أول شي رح نعمله بعد ما بللنا الشعر بشكل منيح، رح نفرق شعر المقدمة من المنتصف بشكل طولي. وبنرجع بنفصل شعر المقدمة عن الشعر من الخلف من عند الإذن بشكل عرضي. وهلأ صبايا رح نحدد 3 أصابع من شعر المقدمة ورح نفصل شعر الغرة عن باقي الشعر على شكل زاوية. وهلأ صبايا بعد ما انتهينا من تقسيم شعر المقدمة رح نرجع نخصم الشعر من الخلف بشكل طولي. وهلأ صبايا رح نرجع نخصم الشعر من منتصف الرأس من الخلف بشكل عرضي، ورح نثبت كل قسم بكلبسة. وهلأ صبايا رح نرجع نخصم الشعر من الخلف من عند قمة الرأس بشكل عرضي.
وهلا صبايا بعد ما انتهينا من تقسيم الشعر رح نبتدي بقص الشعر من اسفل الراس. رح نبتدي نسحب خصل عرضيه من اسفل الراس، رح نسحب خصل الشعر باتجاه اسفل الراس، رح نحدد الطول اللي بنقصه عن منتصف الرقبه وبنقص الشعر بشكل مستقيم. وبنرجع صبايا بنسحب خصل جديده بشكل عرضي وبنسحب معه خصل الشعر اللي قصيناها من الاسفل، بنحدد على طول الشعر المقصوص وبنقص الشعر على نفس الطول، وبنطبق هالعمليه على كامل الشعر من الخلف. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من القسم الاول من الشعر من الخلف رح نرجع نعيد نفس العمليه على القسم الثاني. وهلأ صبايا بعد ما حددنا طول الشعر من الأسفل رح نرجع نسحب خصل طولية من الشعر من الخلف، رح نسحبها بشكل موازي للشعر، رح نحدد على طول الشعر من الأسفل ومنقص الشعر بشكل طولي. وبنرجع صبايا نسحب خصل شعر جديدة من أسفل الرأس بشكل طولي ولكن بشكل ما إلا خلف الأذن، نسحب خصل الشعر بشكل موازي للشعر وبنسحب معه خصل الشعر اللي قصيناها من المنتصف، بنحدد على نفس الطول ومنقص الشعر بشكل طولي، وبنطبق هالعملية على كامل الشعر اللي بأسفل الرأس.
وهلا صبايا بعد ما انتهينا من قص القسم الاول اللي باسفل الراس رح ننتقل للقسم الثاني من الشعر. رح نبتدي نسحب خصل طوليه من منتصف الراس من الخلف، ورح نسحب معهم خصل من الشعر اللي قصيناها من الاسفل. رح نسحب كامل خصل الشعر بشكل موازي للشعر. رح نحدد الطول الاول للخصله على طول الشعر من الاسفل ومنقص الشعر بشكل مائل لخارج الراس. ومنرجع صبايا بنسحب خصل جديدة بشكل طولي ولكن بشكل مائل لخلف الأذن، وبنسحب معهم خصلة الشعر اللي قصيناها من المنتصف. بنسحب كامل خصل الشعر بشكل موازي للشعر، بنحدد على طول الشعر اللي قصيناه ومنقص على نفس الطول، وبنطبق هالعملية على كامل القسم الثاني. وهلأ صبايا بعد ما انتهينا من القسم الأول من منتصف الرأس من الخلف، رح نرجع نعيد نفس العملية على القسم الثاني.
وهلا صبايا رح ننتقل لشعر قمة الرأس. رح نبتدي نسحب خصل طولية من شعر قمة الرأس ورح نسحب معهم خصل من الشعر اللي قصيناه من الأسفل. رح نسحب كامل خصل الشعر بشكل موازي للشعر. رح نحدد الطول الأول للخصلة على طول الشعر من الأسفل ومنقص الشعر بشكل مائل للخارج، وبنرجع نسحب خصل الشعر بشكل تدريجي بشكل موازي للشعر ومنحدد على طول الشعر اللي قصيناه ومنقص على نفس الطول. ومنرجع صبايا نسحب خصل جديدة من شعر قمة الرأس بشكل طولي، ومنسحب معهم خصلة الشعر اللي قصيناها من المنتصف. نسحب كامل خصل الشعر بشكل موازي للشعر، منحدد الطول اللي بنقصه على طول الخصلة اللي بالمنتصف، ومنرجع نسحب خصلة الشعر بشكل تدريجي ومنقص على نفس الطول، ومنطبق هالعملية على كامل شعر قمة الرأس. وهلأ صبايا بعد ما انتهينا من قص القسم الأول من شعر قمة الرأس، رح نرجع نعيد نفس العملية على القسم الثاني.
وهلا صبايا بعد ما انتهينا من قص كامل الشعر من الخلف، بعد ما قصينا شعر قمة الرأس رح ننتقل لشعر السوالف. رح نبتدي نسحب خصل عرضية من شعر السوالف، ورح نسحب معهم خصل من الشعر اللي قصيناه من الخلف. رح نسحب كامل خصل الشعر على جوانب الرأس باتجاه الأسفل. رح نحدد الطول الأول لشعر السوالف على طول الشعر من الخلف، ومنقص الشعر بشكل مائل 2 سم للأسفل. ومنرجع صبايا منسحب خصل جديدة بشكل عرضي، ومنسحب معهم خصل الشعر اللي قصيناها من الأسفل، منحدد على نفس الطول ومنقص الشعر، ومنطبق هالعملية على كامل شعر المقدمة. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من قص القسم الاول من شعر المقدمه، رح نرجع نعيد نفس العمليه على القسم الثاني. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من قص كامل شعر المقدمة، رح نرجع نسحب خصل طولية من منتصف شعر المقدمة، ومنسحب معهم خصل من شعر قمة الرأس. رح نسحب كامل خصل الشعر باتجاه أعلى الرأس. رح نحدد الطول الأول لشعر المقدمة على طول شعر قمة الرأس، ومنقص الشعر بشكل مائل للأسفل. ومنرجع صبايا منسحب خصل جديدة بشكل طولي، ومنسحب معهم خصلة الشعر اللي قصيناها من المنتصف. رح نسحب كامل خصل الشعر باتجاه أعلى الرأس. رح نحدد على طول الخصلة اللي بالمنتصف، ومنقص على نفس الطول، ومنطبق هالعملية على كامل شعر المقدمة مع شعر السوالف. Thank you.
وهلا صبايا بعم انتهينا من قص كامل شعر المقدمه، رح ننتقل لشعر الغره. رح نبتدي نسحب خصل طوليه من شعر الغره، ورح نسحب معهم خصل من شعر المقدمه. رح نسحب كامل خصل الشعر باتجاه الوش ولكن بشكل مائل للاعلى. رح نحدد على طول الشعر من الخلف ومن قص الشعر بشكل مائل للاسفل، ومنطبق هالعمليه على كامل شعر الغره. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من قص كامل الشعر، رح نضرب الشعر بالاستشوار لتبين معنا القصة صح.
وهلا صبايا بعد ما سحبنا كامل الشعر بالاستشوار رح نقص اطراف الشعر من الاسفل لنوحد طول الشعر. وهلأ صبايا رح نرجع نسحب خصل شعر الغرة بشكل عرضي، ورح نضرب أطراف الشعر ببوز المقص لنعمل تشفير للغرة، ورح نطبق هالعملية على كامل خصل الغرة. وهيك كانت النتيجة النهائية للقصة صبايا. بتمنى تنال إعجابكم، وبتمنى تحطوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. وإذا عجبكم الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا إعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير ولا تنسوني من دعائكم.